تعالوا نروح كده لبعض الأنباء الاقتصادية. طبعا الاقتصاد هو جزء من الأمور اللي عاملة يعني لينا كلنا علامات استفهام كتيرة جدا وقلق كتير جدا، وبنقول يا ترى بكرة في ايه. حالة القلق حالة الحقيقة مبررة جدا، حالة ارتفاع الأسعار برضو حالة احنا شايفينها وعايشينها كلنا، حالة الموجودة الخاصة بسعر الصرف وحالة الجنيه المصري برضو حالة الكل عايشها. صحيح النهاردة رئيس الوزراء كان بيلتقي هو ومجموعة من الوزراء برئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية عشان خاطر السيطرة على الأسعار، لكن إلى أن يحدث ذلك فالناس هتبقى عندها التساؤلات، هيبقى عندها الشكوى، هيبقى عندها بتقول طيب أنا ما عنديش مانع أن أنا أتحمل الأسعار النهاردة، بس قول لي بكرة في إيه، أو قول لي إلى متى. هل ممكن يجي في يوم الأسعار تنزل؟ هل ممكن يجي في يوم نلاقي سعر الجنيه يتحسن قدام الدولار؟ دي أسئلة كتيرة جدا أنا ما عنديش إجابات عليها، لكن ممكن أرصد مثلا، مع أنها مش أخبار عظيمة، لكن بلومبرج بتقول أن الشركات الغير منتجة للنفط في مصر قدامها تحديات غير مسبوقة عشان سلاسل التوريد والتضخم السريع اللي بيحصل في نهاية الربع الثالث. ده عمل ارتفاع كبير في الأعمال اللي ما أنجزتش، حصل انكماش لمستويات الإنتاج بشكل كبير، وحسب البيانات بتاعت مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P جلوبال، ضعف سعر الصرف ساهم في ارتفاع حاد في تكاليف مستلزمات الانتاج الإجمالية، فده برضو أدى بدوره لارتفاع قوي في أسعار البيع. التقرير بيقول لأن في مخاوف من أن الأسعار هتستمر أنها تزيد وأن ظروف التوريد لسه صعبة، فالشركات احتفظت بمخزون كبير. يعني هل ده زي ما احنا بنقول الناس خزنت السكر، الناس خزنت الرز، ولا ليه معاني اكبر من كده؟ طبعا سعر الصرف خلى معدلات التضخم تزيد، وده رغم الالتزام باننا ننتقل لنظام سعر صرف مرن مستدام، تم تداوله عند مستوى مستقر كده في البنوك اللي هو 30 جنيه و8 من 10، 30 جنيه و9 من 10 قدام الدولار خلال الست شهور اللي فاتوا. خلينا نعرف اكتر عن هذا التقرير وعن الاحوال الاقتصاديه من دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ. اهلا بحضرتك استاذ اسامه. اهلا بيك دكتور مدحت. يعني هذا التقرير متهيألي ما قالش مفاجاه ليك ولا للخبراء والمتخصصين، مش كده ولا ايه؟ بالتأكيد يعني، والتقرير الحقيقة بيرصد تداعيات كتير احنا شايفينها حوالينا، ومش بس في مصر يعني. هو التقرير الحقيقة بتاع مدير المشتريات بيرصد الكلام ده في عدد كبير من الدول، وبمراقبة تغير المؤشر من أغسطس لسبتمبر هنجد ان عدد كبير من الدول الحقيقة تحت الرقم اللي هو رقم التوسعي او اللي هو رقم 50. واحنا لما بنبص على المؤشر ده لو زدنا عن 50 يبقى احنا عندنا فرصه للاكسبانشن، للتوسع في مجال الاعمال، في نشاط الاعمال، في المشتريات، في المؤشرات الفرعيه المركبه لهذا المؤشر اللي هتكلم عنها حالا. لكن طول ما احنا تحت ال 50 فاحنا بيبقى في كونتراكشن، انقباض او نوع من انواع الانكماش في نشاط الاعمال. طبعا ده لا يمكن يؤخذ باعتباره يعني شكل مرجع كامل يعني. لان طبعا هو ده بيتعمل على سيرفي، ده يعني ده بيبقى يعني مسح ل 450 شركه في مصر. المستوى المؤشر ده جلوبالي على مستوى العالم بيتعمل على عدد اكبر، طبعا عدد كبير من الشركات حول العالم في 90 دوله. لكن في كل الاحوال يعني ما نقدرش ان احنا نجزم بان هو اكيوريت او ان هو صحيح 100%، لكن حقيقه الامر ان الاسباب اللي بيتكلم عنها وبيحللها التقرير منطقيه. احنا في كل الاحوال زي ما بقول لحضرتك بعيد عن رقم 50 من حوالي 34 شهر او اكثر، لكن برضو بنبص على حاجه ثانيه، بنبص على تغير المؤشر. 34 شهر ده احنا قرابه الثلاث سنين يعني. ما هو بس احنا يعني دول كتيره تحت، خصوصا في المانيفاكتشرنج هو بيرصد القطاع لما بنقول نان اويل سيكتور او القطاعات غير البتروليه
بنركز على قطاعات الصناعات التحويليه اللي بدا بيها المؤشر زمان في بدايته، ودخل بعد كده السيرفيسز او الخدمات، ودخل الريتيل سيكتور او قطاع التجزئه، ودخل الانشاء التشييد والبناء. فهو مجمع يعني بالنسبه لمصر 450 شركه اللي بيتم مسحها مجمعه من الجهات دي، وبيركب مؤشرات فرعيه بيبص على الامبلويمنت مثلا، يعني بيبص على التوظيف، ولقى ان التوظيف تحسن في هذه الشركات بين شهر 8 وشهر 9. لكن بشكل عام القطاع هذه القطاعات اللي هي غير بتروليه نزلت حوالي نص نقطه، يعني من 49.2 الى 48.7. نص نقطه دي هو بيفسرها بانها مرتبطه باضطراب سلاسل التوريد اللي خلت في باك لوك كبير جدا او يعني في ستوك كبير ومن الاوردرات. هي سلاسل التوريد دي ممكن تتاثر بالظروف المحليه اللي موجوده، وبتتاثر برضو بتالي بالظروف العالميه. هي في الاصل متاثره طبعا بالظروف العالميه، يعني اضطراب سلاسل التوريد حول العالم، واحنا يمكن اتكلمنا في اكثر من مجال عنها منذ 2018، ومنذ ان الولايات المتحده يعني اتخذت بعض الاجراءات الحمائيه بدا يبقى في شكل من اشكال اضطراب سلاسل التوريد حول العالم، لكن اشتد طبعا الموضوع ده في اعقاب كوفيد، وفي اعقاب الريكفري او التعافي الشديد في الطلب اللي طلع بعد كوفيد. ويمكن هو ده التاريخ اللي احنا طلعنا فيه فوق ال 50 في المؤشر بتاعنا، عشان كده بنعد حاجه و30 شهر، لان التعافي ده كان شديد جدا، وهو ده اللي عمل صدمه تضخميه كبيره حول العالم. التضخم برضو كاتب التقرير النهارده بتاع اس ام بي، التضخم كان من اهم اسباب المشكله في مصر، لان في مصر وفي العالم برضه، لكن التركيز هنا على مصر طبعا، لان التضخم ده عمل مشكله في المواد الانتاج، مواد المدخلات اللي داخله، وفي السعر النهائي اللي بيبيعه للمستهلك، فده بيقلل من حجم الطلبات وحجم المشتريات، فيأثر على مؤشر المشتريات. احنا عندنا كمان سعر الصرف بيأثر على التكلفه بشكل مباشر على طول، خصوصا ان احنا بنستورد جانب كبير من السلع اللي المدخلات الانتاج بتاعتنا، وطبعا السلع النهائيه اللي داخله السوق جانب منها برضو بيبقى مستورد. طب عايز اسال حضرتك، لما النهارده السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيجتمع بمن يمثل المصنعين ومن يمثل التجار، مع كل الظروف المحيطة اللي هي بره ايدين دول وبره ايدين دول، هل فعلا من الممكن ان هي تحدث حالة من حالات السيطرة ولو جزئيا على ارتفاعات الاسعار؟ هتبقى في شكل مبادرة كما يعني قرأت الخبر، هتبقى في شكل مبادرة، وهيبقى فيها نوع من انواع التحمل، يعني هيبقى فيها شق وبعد وطني، يعني في جزء من الخسائر هيتحملها هؤلاء في مقابل طبعا دورة اقتصادية من التعافي، وفي مقابل طبعا وعود حكومية اكيد بالتعويض في مجالات اخرى، وفيما يتعلق بامتيازات ممكن تقدم اليهم فيما اتصور. لكن يعني مسألة التضحيات دي مسألة يجب ان تطرق، ويجب ان نفكر فيها بشكل قوي، خصوصا في المرحلة الشديدة اللي وصل فيها التضخم الى ما يقرب من 40، التضخم العام 37 37 متهيألي، 8 من 10، 37 كان شويه، لكن هو طبعا ده اخر اغسطس، لكن اخر سبتمبر كمان كان ازيد من كده. فاحنا يعني الرقم ده كبير، واحنا لو اتحركنا دلوقتي بسعر الصرف زي ما حضرتك شفت في 2016 بعد تحريك سعر الصرف بيحصل برضه موجه تضخميه شديده. فلو عملنا التحريك النهارده خصوصا مع ندره الدولار الامريكي هيبقى عندي برضه طفره في هذا. اللي عايز اقوله كمان ان احتواء التضخم سواء في مصر او خارج مصر تسبب في موجه من التشديد النقدي، يعني الناس بترفع سعر الفايده، ده بيأثر جدا على انشطه الاعمال، صحيح. لانه بيأثر على تكلفه التمويل، يعني انا لو اروح دلوقتي انا شركه ولا مصنع عايز استلف، بستلف بسعر فايده عالي قوي، طب مش هستلف، هعمل زياده راس مال، وهطلب ان حد يدخل يشتري ستوكس عندي، يشتري من عندي شير، يشتري اسهم، هيبقى في فرصه بديله للشخص اللي داخل يشتري عندي ده ان هو يروح البنك يحط فلوسه زي الباشا ويحط رجل على رجل وياخد استثمار استثمار آمن بدون تعب، وياخد سندات النهارده الامريكيه اللي هي امن وسيله في العالم، سندات امريكيه ل 10 سنين باليد بتاعه وصل ل 4.7، حاجه غير مسبوقه. فطبعا كل ده بيأثر بشكل كبير جدا على حاله الاستثمار وعلى الانشطه المختلفه، سواء انشطه الصناعه التحويليه او كل الانشطه اللي احنا ذكرناها، التجزئه والخدمات المختلفه بقى، خدمات اللي هي الترفيه، الاوتيلات، خدمات سياحيه، كل ده بيتم مسحه من خلال عينه، المفروض انها طبعا عينه ممثله، يعني ناس تقول 450 دي قليله، لا طبعا، يعني ما دام مسحوبه بشكل علمي تكون ممثله، وبالتالي بتعكس او بتعبر عن الواقع المصري بشكل
يعني الاقرب الى الدقه يعني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل.